نروح لسالة حامد من صالة 2 باستاد القاهرة الدولي، ولقاء مع المدير الفني لمنتخب المجر والحاصلين على المركز الثالث في بطولة كأس السادات الدولية لكرة اليد. بشكرك جدا طبعا زميلتي مريم، بالتاكيد برحب بيكي مره اخرى وبرحب بكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا مريم، حاليا معايا طبعا المدير الفني لمنتخب المجر للشباب طبعا مستر لاسلو شوتوني. مستر لاسلو، اوف كورس ذا هيد كوتش فور هنغاري يوث ناشونال تيم، اوف كورس ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل، اند اولسو ليت مي ويلكم يو هير ان ايجيبت، اولسو سبيندينج كابل اوف دايز هير تو بارتيسيبيت ان ا جريت اند very strong experience, a new championship like the Sadat International Handball Cup. So of course I welcome you at the Ahli TV channel, and also congratulations for the third place holders. Oh, first of all, thank you very much. We had a great time here, fantastic event, fantastic organization, fantastic tournament. As you said, exactly for my young players, that was to earn the experience to make this kind of games, with tight games at the until the end. It was very, very important for us. It was very good. Every game we were progressing. At the end, I was fine. I was satisfied with my team also, but I should tell that I congratulate for the Egypt team. They deserve to win this tournament. They had a great team, fantastic team. So it was very useful, I think, for every team this tournament. طبعا زميلتي مريم كنت بساله طبعا في البدايه، طبعا باركت له على المركز الثالث طبعا في البطوله، وباركت له على البطوله، وكمان يعني رحبت بيه طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي، ورحبت بيه في مصر للمشاركه في البطوله. يمكن طبعا اتكلم وقال انه يعني التجربه دي او البطوله دي شيء رائع طبعا بالنسبه لهم، يمكن سعيد جدا بالتواجد هنا في مصر، وكمان سعيد جدا بالمشاركه في هذه البطوله، كمان بارك لمنتخبنا الوطني، واتكلم على اداء يعني جميع المنتخبات كانت مشاركه في البطوله. طبعا المجر اتكلم على يعني الاداء منتخبه، وكمان منتخب مصر، وايضا منتخب رومانيا. سعيد جدا طبعا بالاداء اللي شافه من الثلاث منتخبات، وراضي جدا على اداء منتخبه. يمكن هو قال يمكن احنا كنا بنجتهد في كل مباراه، وهو راضي جدا على اداء منتخبه في المباراتين، سواء امام طبعا منتخبنا الوطني او امام فريق رومانيا. مستر لاسلو، also let me ask you about the performance. We saw a very very great performance from all the players in Hungary youth national team, especially in today's match. We saw a very great performance and very strong performance between Egypt and Hungary. Okay, thank you. As I said, the first game we were a little bit cold for this tournament. We hardly made two trainings before, so the team came for a winter holiday practically. So every game I think we progressed, as I said, and today was the our strongest performance as well. And I think this is the base for the future. This is very, it was a very very tight game, very very good game, but also, as I said, the Egyptian team was a very good opponent, and they deserved to win. And so again, congratulations. طبعا برضه زميلتي مريم كلمته على ان احنا شفنا يعني اداء قوي من الفرقتين النهارده، سواء منتخبنا الوطني او طبعا منتخب المجر في مباراه اليوم. يمكن طبعا سالته على الاداء ورايه ايه في الاداء، يمكن زي ما قال في يعني اول سؤال، يمكن يتكلم وقال انه يعني هو وصلوا هنا لمصر قبل البطوله بيومين، يمكن كمان كان في مباراه وديه مع منتخبنا الوطني قبليها، وهو شايف ان هم يعني قدروا على قد ما يقدروا ان هم يادوا اداء جيد في كل المباريات، كمان المباراه الوديه قبل البطوله. راضي جدا عن الاداء، وتاني هو بيبارك لمنتخبنا الوطني، وشايف اداء منتخبنا الوطني يعني يستحق طبعا الفوز بالبطوله، وشايف كمان انه يعني المنتخب قوي جدا، وكمان سعيد جدا طبعا باداء يعني منتخبه منتخب المجر. مستر لوسلو، also let me ask you about this great experience and very strong championship. This tournament is that International Handball Cup. It's the first edition for this championship and this tournament. So tell me your opinion about this tournament and also the organization of the cup. Okay, in this age group is not so often can we participate this high level of organization and this high level of tournament. Also, if I see the teams, also if I see the organization, the whole event. So we are very, very grateful to be here, first time in this tournament, and hopefully this will be a tradition
for us and also here, and we are happy to come here because in winter time for us is very nice here and very good time. We had a very good time here, and also if the tournament can keep this high level in the future, I think it's a very good event, very good organization. طبعا ايضا يا مريم سالته على البطوله رايه ايه طبعا في البطوله، ويمكن دي اول نسخه طبعا لبطوله السادات الدوليه لكره اليد. يمكن كلمني وقال ان هو سعيد جدا تواجده هنا في مصر وسعيد جدا هو بيشارك لاول مره في البطوله دي، كمان يعني شايف انه البطوله كانت على اعلى مستوى تنظيميا، وكمان طبعا كتواجد المنتخبات اللي كانت موجوده في البطوله يطمح طبعا ويعني نفسه كمان انه يعني البطوله دي لما تبقى في المستقبل طبعا تتكرر تاني تبقى على نفس المستوى العالي من التنظيم. سعيد جدا هو بيشارك لاول مره في البطوله دي، وسعيد كمان يعني انه يعني قدر ان هو يشارك بمنتخب المجر يعني باعلى المستويات مع منتخبات قويه ايضا زي منتخب مصر وايضا منتخب رومانيا. مستر لوستو، ثانك يو سو ماتش فور ذس انترفيو اند جود لك فور ذا نيكست ستيب ان شاء الله. ثانك يو. ويلكم. It was nice to see you. كده طبعا كان لقاءنا زميلتي مريم مع المدير الفني لمنتخبنا المنتخب المجر، والان العوده مره اخرى للاستوديو. شكرا ليكي جدا زميلتنا سالة حامد على هذا اللقاء.